النهارده الورشه انعقدت بشكل موسع وناقشت كل جوانب توطين صناعه الدواء في مصر. والحقيقه كان في اطروحات وقدر ان يكون في مخرجات وتوصيات مهمه، بياتي على راسها طبعا المراجعه السعريه للادويه في مصر وزياده فرص الاستثمار والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والصناعي لانتاج كوادر قادره على صناعه الدواء. حقيقة أن صناعة الأدوية واحدة من أهم الصناعات اللي أكد عليها فخامة الرئيس النهاردة، وأكد عليها دولة رئيس الوزراء بوجود صناعة الأدوية في ملف توطين الصناعة في أحد الورش اللي على هامش المنتدى الاقتصادي.